عاملة ازاي؟ جميلة جدا جدا، مش ناشفة قوي ومش ناعمة قوي، مظبوطة مظبوطة جدا. بصوا كمان اللي هي السادة عاملة ازاي، هشة وجميلة قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرقيش بالعجوة، هنعملها بطريقة ممتازة بجد جبارة. اللي هيجرب الطريقة بتاعت القرقيش اللي هنعملها النهاردة دي ان شاء الله هيحس ان هو عمره ما اكل قرقيش قبل كده، بجد بتكون تحفة، طعمها حكاية في منتهى الروعة والجمال. قبل ما نعمل اي حاجة نقول اللي اول مرة يدخل القناة بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس يوصله كل جديد ان شاء الله. مكونات القرقيش بتاعتنا النهاردة ايه؟ معايا كيلو وربع من الدقيق، كيلو وربع معايا نص كيلو من السمنة، على الكيلو وربع دقيق نص كيلو سمنة، معايا 5 معالق من السمسم، معايا 2 معالق كبار من الخميرة، ومعايا 4 معالق كبار من السكر، معايا علبة زبادي اللي هي 160 جرام، ومعايا 1 كوباية من الحليب، معايا 1 معلقة من البيكنج باودر، ومعايا فانيليا. دي كده المكونات بتاعة القريش بتاعتنا. وطبعا الحشو العجوة بتاعتنا هنتكلم عنها ازاي عاملاها وازاي مخلياها طرية قوي كده بالطريقة دي لما نعجن العجينة بتاعتنا ان شاء الله. اول حاجة هعملها في العجينة بتاعتنا، هنسمي بسم الله، هياخد كل المكونات الجافة على الدقيق، السمسم، سكر، هاخد الخميرة، معايا كمان 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ناخد 1 معلقة كبيرة، بسم الله، أو كيس بيكنج باودر، أهو كيس، تمام كده المكونات الجافة بتاعتنا كلها، وهنقلبها على بعض سكه كلها كده، تقلبيها كويس قوي. الشكل ده القرقيش بتاعتنا بجد رهيبه، بمعنى كلمه رهيبه، حاجه كده من الاخر بجد. اهي كده قلبت كل المكونات بتاعتنا الجافه على بعضها. هعمل ايه؟ هاخد النص كيلو السمنة، نص كيلو سمنة ده أنا مسيحاه بس، مش ما هيش سخنة على فكرة، أنا مجرد ما إني سيحتها فقط لغير ما قدحتهاش، تمام بالشكل ده كده. نص كيلو على الكيلو وربع الدقيق بتاعنا. الخطوة المهمة هنا بقى في الحركة اللي هعملها دي، أنا عايزة أعجن السمنة بالدقيق كويس أوي. ليه؟ لان كل ما هعجن السمنه بالدقيق بتاعي مش هياخد معايا سوائل كتير، ودي خطوه مهمه جدا جدا في اي حاجه بتعمليها، اذا كان كحك او قرقيش او اي حاجه من الحاجات اللي انت بتعمليها بتاعه الكحك دي، دي خطوه مهمه جدا جدا. كل ما العجينه بتاعتك تدعكيها كويس قوي بالسمنه مش هتاخد سوائل كتير، فلو ما خدتش معاكي سوائل كتير اعرف ان هي هتطلع ناعمه وجميله جدا جدا، لان السوائل هي اللي بتنشف لي عجينه الكحك او القرقيش بتاعتي. القرقيش مع ان حاطه نص كيلو بس سمنه على الكيلو وربع دقيق بس مش هتطلع معاكي خشنه قوي، هتطلع معاكي ناعمه في منتهى الروعه والجمال. هنشوفها مع بعض لما تستوي هتكون قد ايه مش خشنه معاكي وناعمه وحلوه. ده كده لا، كده لا، لازم تعجنيها كويس قوي. كل ما هتعجني كده في العجينة بتاعتك كل ما هتلاقيها تطرى في ايدك. اعجني 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 قوي فيها، وبسي فيها قوي، بسي فيها قوي. بصوا كل شوية العجينة بتطرى في ايدي، العجينة بتطرى، كل ما هعجن كل ما هتطرى، فبالتالي مش هتاخد معايا سوائل خالص اصلا كتير. طيب لو انا ما عجنتش، ما بستهاش قوي وما طريتش معايا قوي، هتاخد منك سوائل كتير وهتبقى ناشفة قوي. ونفس النظام اعمليه في الكحك. بصوا كل ما بعجن كل ما العجينه بتاعتي بتطرى معايا. بصوا العجينه
قد ايه طريه كل ما بعجن فيها. طبعا انا مش هستكفى كده، هعجنها شويه كمان شويه كمان، هعجن فيها لحد ما تطلع معايا كويس عشان ما تاخدش معايا سوائل، وتبقى العجينه بتاعتي كويسه او القريش تحفه. بصوا كده عجنت فيها، قعدت ابست فيها كويس قوي لحد ما العجينه بتاعتي بصوا مش مشققه وناعمه عامله ازاي، كمان طريه قد ايه العجينه طريه معايا خالص ازاي. دي بقى النتيجه الصح. لكن على طول وتحطي المواد السائله بتاعتك كده نشفت منك جامد قوي، ولو الكحك يبقى كحك دايب وفي منتهى الروعه بالطريقه دي كده. هعمل ايه؟ هاخد كوبايه الزبادي بتاعتي، كوبايه الزبادي دي هي 160 جرام تمام، وهعجن العجينه بتاعتي بكده. اصلا العجينه بتاعتي مش هتاخد سوائل كتير. الزبادي بقى بتطر العجينه وبتخليها تحفه كمان، في بتدي طعم حلو قوي للقرقيش بتاعتنا. بالشكل ده كده هاخد بقى عليها شويه الحليب بتوعنا، واحط الفانيليا بتاعتي هنا دلوقتي كده، هحط بقى الفانيليا، هاخد قد معلقه كده من الفانيليا صغيره بس، واحط انا كل اللي معايا كوبايه حليب تمام، هاخد نصها وهشوف لحد ما تحتاج اكمل، ما احتاجتش خالص. معاكم خطوه بخطوه، لسه محتاجه شويه حليب كمان. كيلو وربع ده هيعمل لك كمية حلوة إن شاء الله. بس نكمل بس كوباية اللبن وخلاص على كده. يبقى هما اللي شوية الزبادي بتاعنا، كوباية الزبادي وكوباية الحليب بتاعتنا كده، العجينة معانا هتكون مظبوطة. كوباية حليب واحدة كده، خلصت العجينة بتاعتي عجنتها كويس قوي. بصوا انا على فكره عشان برضه اكون امينه معاكم، لقيتها محتاجه لبن حطيت لها ربع كوبايه، يعني هي خدت كوبايه وربع من الحليب تمام. هكتب لكم طبعا في صندوق الوصف المقادير بالظبط، وهحط لكم كوبايه وربع للحليب للكيلو وربع دقيقه. بصوا العجينه عامله ازاي، بصوا قد ايه طريه، بصوا قد ايه ما بتشققش خالص، ناعمه، بصوا ناعمه مفيش تشقيقه خالص، دي بقى ممتازه بجد. كمان قوامها حلو قوي العجينه، بصوا عامله ازاي ما شاء الله عليها، زي الملبن ما شاء الله بتقطم. اهم حاجه ان هي ما يكونش فيها عرق، ان انت تيجي تقطمي كده تقطم معاكي مش كده، تاخديها كده تقطم كده، دي كده ناجحه معاكي تمام. خلاص كده نشكلها بقى مع بعض. هعمل ايه بقى؟ هجيب القطعه تمام، انا هعملها نوع واحد تقطيعة واحدة، مش هزود فيها بصراحة، مش هقطع تقطيعات كتير يعني ولا أشكال كتير، هي شكل واحد فقط اللي هعمله. هعملها على صينية عشان أنا هعملها هقعد على السفرة وأعملها، مش هقف الوقت كله يعني في العجينة بتاعتي، فعشان كده أنا هعملها أفردها على صينية. العجوة بتاعتنا بقى عملتها إزاي وليه هي طرية قوي كده معايا؟ بتجيبي الكيلو العجوة بتاعك، بتاخدي عليه ربع كوباية من المية، طبعا العجوه مفيش نار خالص، بتجيبي ربع كوبايه من الميه عليها، تحطيها عليها وتعجنيها كويس قوي لحد ما بتطرى معاكي كده. بتجيبي معلقتين اتنين من السمنه برده بارده، ما تتحطش خالص العجوه بتاعتك على النار عشان ما تنشفش، تفضل طريه. حتى كمان لما بتسويها بتيجي تقطم القراقيش او الكحكايه تقطم معاكي العجوه برده معاها تمام. فهو ربع كوبايه من الميه على كيلو العجوه، وتحطي عليها معلقتين اتنين من السمنه وتعجنيهم كويس قوي على البارد، ما تتحطش على البوتاجاز خالص، على نار خالص تمام. زي بعد ما فردت كده، فردتها كده بالشكل ده اهي، بقفلها
في عليها العجينه مع العجوه طريه في منتهى الجمال بالشكل ده كده. ثانيه بتتحرك اهي بالرفع ده كده تمام. هعمل ايه؟ بتك عليها حاجه بسيطه خالص، ما بطقش، انا مش ببطق، انا بس بتك حاجه بسيطه خالص كده. باخد الطرف بتاعها ده مش عايزاه عشان ما بيكونش فيه اصلا عجوه، واروح مقطعاها تقطيع دي كده بالشكل ده اهي. بصوا العجوه فيها، بصوا السمك بتاعها بالشكل ده كده. هقطع كله وهعملها كلها بالشكل ده كده تمام. بعد كده بصفار بيضة ومعلقتين من الحليب، بدهن الوش بيهم واحط عليها سمسم وتحمر وتدخل الفرن ان شاء الله. هنشوفها مع بعض بأمر الله لما بكملها. بصوا بقى كده خلاص، خلصت التشكيل بتاعي، قطعتها بالشكل كلها شكل واحد. طبعا التقطيع تبع رغبتك انت اللي عايزة تعمليه براحتك، انا بصراحة بحب ده بيكون سهل معايا وبيخلص معايا بسرعة. طبعا الكيلو وربع من الدقيق عامل لي ما شاء الله الله اكبر 5 صاجات حلوين قوي، كمية كبيرة. عملت كمان سادة، على فكرة السادة بتكون خفيفة وهشة في منتهى الروعة بجد، العجينة تحفة، القراقيش في منتهى الروعة والجمال. هعمل ايه؟ معايا صفار بيضة، حط عليها معلقتين من الحليب ورشة من الفانيليا، هقلبهم كويس في بعض وهدهن الوش بتاع القراقيش بتاعتي، وهرش عليها سمسم وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 واخلصها ان شاء الله ونشوف الشكل النهائي. الدور بياخد حوالي 12 دقيقة بيكون طالع. عايزة اقول لكم حاجة كمان، لاحظتوا ان انا بعد ما عجنت وخلصت اشتغلت فيها على طول، ما سبتهاش ارتاحت، ما سبتهاش خمرت، لا انا اشتغلي فيها على طول. على ما بتخلصي بتكون هي اصلا الخمر اشتغل فيها، ومفيش نص ساعة بعد ما بتخلصي بتدخلي الفرن على طول. يعني انا خلاص هدهن الوش وهرش السمسم وهدخل فرن، انا مولعة الفرن محمياه على درجة 180 وهسوي ان شاء الله، بعد كده نشوف الشكل النهائي بامر الله. بصوا كده خلاص، بعد ما دهنت الوش بالبيض وحطيت السمسم بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، اول ساق خلاص دخلته كمان الفرن بيستوي، لما يطلع ان شاء الله نشوف الشكل النهائي ليه. احلى قراقيش بجد تحفه. وده كده الشكل النهائي خلاص للقراقيش بتاعتنا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لكم الريحه والطعم بجد روعه، حلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم جدا في منتهى الروعه والجميل. بصوا الشكل كمان عامل ازاي، مقادير مظبوطه وحلو قوي، يمشي على نفس الخطوات هتطلع معاكي نفس النتيجه. هشوف لكم واحده كده، بصوا عامله ازاي، جميله جدا جدا، مش ناشفه قوي ومش ناعمه قوي، مظبوطه مظبوطه جدا. بصوا كمان اللي هي السادة عامله ازاي، هشه وجميله قوي في منتهى الروعه بجد، هتعجبكم جدا جدا العريش. ان شاء الله تمشي على نفس الخطوات هتاخدي نفس النتيجه. لو اول مره في القناه بتاعتي ما تنساش اعمل اشتراك وفعل الجرس وتوصلوا كل جديد ان شاء الله، واسيبكم في رعايه الله.